تحسون احيانا ان ولدكم فجاه انقلب مزاجه، توه مزاجه حلو وانقلب مزاجه وانعفس مزاجه، مو بس كذي راح ياثر على مزاج اخوانه ومزاجكم انتم والمزاج العام الموجود في البيت. فشلون نتعامل مع الاطفال اللي عندهم تقلبات مزاجيه حاده؟ هي عبارة عن ستة أسباب، ومع الأسباب الستة راح أعطيكم ستة حلول ضمنية. السبب الأول، ما عنده المفردات الكافية اللي تعبر عن حالته المزاجية الآنية، فينزعج لأنه ما يقدر يعبر فينعفس مزاجه. طيب تقول له أنت شفيك؟ عسى ما شر، توك زين، ليش قلبت؟ ما يقدر يعبر. إحنا نساعده بمفردات بسيطة، ممكن نعطي شوية مساعدات، قل لي، وصف لي شنو تحس، شنو تشعر، حتى يبدأ يتكلم ويعبر عن مزاجه الحالي. السبب الثاني لتقلب مزاج الطفل، إنه ما يكون عنده مفهوم للوقت. لما تقول له أنت بتلعب ساعة واحدة هو ما يفهم، بالذات الأطفال الصغار ما يكون عنده إدراك شنو يعني ساعة، شنو يعني نص ساعة، أو تقول له يلا خمس دقائق وراح نمشي، شنو يعني خمس دقائق؟ ولأن ما يصير عنده مفهوم للوقت فينزعج أنك أنت والله خذيت اللعبة مالتي أو سكرت التلفزيون بسرعة وأنت قايل لي خلال ساعة ما صارت ساعة، فيدخلون في سين جيم على هالموضوع. أفضل من ذلك أنك أنت تقول له أنا راح أشغل لك العداد، راح أشغل لك التايمر، أو تقول له شوف الساعة، هذا العقرب أو هذا المؤشر إذا جاء على الرقم 6 معناته خلص الوقت. هو يصير عنده شيء محسوس بصريا أو حتى سمعيا، لما يسمع صوت الساعة ترن معناته انتهى الوقت، فيصير عنده إحساس بقيمة الوقت وإدراك للوقت نفسه. السبب الثالث، أن الأطفال مشاعرهم ما نضجت بشكل كافي، فبالتالي مزاجهم متقلب ومتغير وسريع التغير. إحنا نساعدهم على أنهم يضبطون هذه المشاعر ونكلمهم بلغة الأحاسيس. لما نشوفه متضايق لا نكلمه بلغة المنطق، لكن نقول له والله احنا حاسين بضيقك، احنا حاسين انك انت فيك شيء، نساعدك في انك تتكلم، تبي نطلع، تبي نسوي شيء، تبي ترسم، تبي تلعب، فنكلمه بلغة المشاعر ونلمسه ونحضنه. السبب الرابع اللي يخلي الطفل ينقلب مزاجه، انه ينتقل من سلوك الى سلوك. يعني هو الان يمارس مثلا اللعب، هذا السلوك، فنقول له الان انتقل من سلوك اللعب الى سلوك الدراسة وممارسة الدراسة ومهارات الدراسة. هذا الانتقال دون تهيئة يخلي منزعج فينعفس مزاجه. الحل في ان احنا نهيئه بعد ما تلعب، قبل لا ننقله مباشرة نقول يلا خلاص الان خلص وقت اللعب يلا الى الدراسة، لازم نهيئه حتى ما ينعفس مزاجه. السبب الخامس، ان ما ياخذون كفايتهم من النوم والاكل. هذا الاضطراب اللي يصير في النوم والاكل يخلي مزاجهم معفوس وسريع التقلب. السبب السادس اللي يخلي مزاجهم مضطرب ومتقلب، انهم يتأثرون وياخذون من مزاجنا. إذا إحنا مزاجنا معفوس بطبيعة الحال هذا راح يأثر عليهم، بالذات إذا كان عندهم حساسية عالية من قراءة الوي، معرفة الصوت، تعبيرات الوي، هذه كلها تأثر على مزاجهم. فنحافظ إحنا على مزاجنا.